الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فانظر كيف كان عاقبة
وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين فأنجيناه ومن معه za cire maki hudu Bismillahirrahmanirrahim fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun thumma aghraqna ba'dul baqi إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسل كذبت قوم نوح المرسل وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسل إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون أجنون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بجد
لكم تخاف وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطش بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاء ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب بسم الله الرحمن وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم ولولا كلمة ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم إلى أجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك إلى ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعده لفي شك منه وإن الذين أورثوا الكتاب لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب من الله ولهم والذين يحاجون
حجتهم داحضة عند رب حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Thank you.